الضايع لزمن هذا الشوط فعلا ما في ابدا شيء ضايع. كره اللعب على طول لان الكره كانت اغلب شيء في الملعب وسريعه، وهذه هي محاوله ثانيه ايضا زمن اللعب ما يخلص لوران بلا وترجع مره ثانيه الان لفيورنتينا. على طول كيزا يلعب لريبكا ورا اروي كوستا، هذا هو يطلع جهه الشمال اللعب لا زالت مع فيورنتينا، محاوله ويحاول يعدي هذا ديليفي طلعها امامي زمن اللعب و نونو غوميز يحاول يظهر انه يخدع الحكم في اللعبه هذه. راح نشوف احنا الاعاده اكيد، المخرج راح يعيدها. شايف خل بالك هذا هو التحقها ايد سيميتش كانت لافه نونو غوميز، لكن هل فيها سحبه؟ لافه اي نعم لافه بس فيها سحبه لا. على كل صفر سيداتي انساتي سادتي حكم المباراه السيد ترينت لانك معلن نهايه الشوط الاول، والتعادل هو القائم بين الانتر وفيورنتينا بدون اهداف. ملعب تصبح رامي تماس، اعتقد ما حصل تغيير بالنسبه لتشكيله الفريقين، تقريبا يلعبون بنفس التشكيله لانه في الشوط الاول من المباراه. رامي تماس، تورتشيلي، ديليفيو لا زالوا مصرين فيورنتينا على الحركه وتشغيل الجبهه الشمال. هذا هو ديليفيو عليها طبعا الجبهه الشمال ديليفيو فانولي، ويروح ايضا روي كوستا. الان تنتقل الكره لتورتشيلي ولوران بلان، محاوله لماتشيلاري ما في خطا في خطا، هذا فتح تريم التركي اول تركي يدرب هنا في الدوري الاسباني. يعني عاده نسمع عن مثلا يعني مدربين طليان وغير طليان وتشيك ويعني، لكن انك تسمع مدرب تركي يدرب طبعا هذه يعني علامه الكفاءه لكره اللعب ودليل الكفاءه ودليل تطور الكره التركيه اللي اصبحت الان يعني فعلا لها ما لها في الساحه الاوروبيه. وهذا هاكان شكور واحد من الاسماء التركيه اللي موجود ايضا هنا في الدوري الايطالي، واصبح رقم صعب مع الانتر. انتر ميلان عنده هدفين في المسابقه الى الان، وهو ايضا صاحب هدف الترجيح في مرمى هيرتا برلين اللي اوصل الانتر الى المرحله الرابعه من كاس الاتحاد الاوروبي. ديبيا هذا على طول يتقدم اللي هو فيراري، يلعبها لهاكان شكور قصيره هذه، توصل الكره جهه بريسان يلعبها ترجع له مره ثانيه لمصلحه كيزا، يتقدم فيها الكره معه رايح له على طول سيميتش يبعدها من امامه وخارج الملعب رامي تماس. هذا كيزا ومع سيميتش الكرواتي، الكره توصل ديليفيو يلعبها روي كوستا، محاولة من فيورنتينا على طول اللعب جهة اليمين توصل لتورتشيلي ياخذها ويحاول يروح لماتشيلاري، تلعب أمامية هذه وتوصل لنونو غوميز، غوميز ماتشيلاري تلعب أمامية دبل جول دبل جول جول كيزا، وأخيرا كيزا صاب المرمى، وأخيرا صاب المرمى كيزا بعد أكثر من فرصة تسجيل. كيزا يسجل في مرمى انتر ميلان من عرضيه عن طريق تورتشيلي على طول توصل على راس كيزا لحط راسه فيها، وهدف هدف 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 من الجهه الاول. هذا تورتشيلي شايف عرض الملعب على طول، المره هذه بين المدافعين ياخذها اللي هو كيزا بين مدافعين اثنين، يشوف هذا هو شايف اخذ الخطوه اخذها بين كوي وسيميتش ويسجل من هذا كيزا شايف اخذها. شوف هذا كوي رايح لها انما هو بين كوي وسيميتش يحطها على الشمال ويسجل كيزا هدف هدف لفيورنتينا عن طريق كيزا. اذا كيزا هذا هو اللي راهن عليه فتح تريم، هو اللي راهن عليه فتح تريم كيزا، وهدف في الدقيقة 4 من زمن الشوط الثاني من المباراة. محاولة على طول توصل ليوغوفيتش يلعبها لكوة، كوة بعرض الملعب تلعب على طول، هذه هي مع الانتر انما تتخلص ترجع مرة ثانية. اذا لا زالت
مع انتر ميلان، ومحاولة لماتشيلاري انما يرجع يخلصها تورتشيلي، ترجع الكرة مرة ثانية لروي كوستا، تورتشيلي اللي صنع الهدف، يقدم فيها تورتشيلي الكرة معاه رايح لايبر، يلعب على طول اللعب توصل لصاحب الهدف كيزا، يحاول يعدي انما لوران بلا يرجع يبعدها من امام، يبعدها شوف لما تقدم يدوب خطوتين لوران بلا، دخل كيزا اخذها بين اثنين الحقيقة، اخذها بين سيميتش وبين كوي وسجل منها هدف، هدف المباراة الوحيد للان بعد مرور 5 دقائق من زمن الشوط الثاني من المباراة، وهذا هاكان شكور حاول يتقدم، هاكان شكور وضاغط عليه اللي هو بيريري، ورا على طول زانيتي بعرض الملعب، كوا تلعب لريكوبا، زانيتي الارجنتيني ياخذها ويطلعها بعرض الملعب، لا زالت مع الانتر جهة الشمال الان، وبعرض الملعب امامية تلعب جهة ريكوبا طويلة، هذا على ريكوبا واقرب اللي ديليفيو فانولي يتقدم فيه العبر ويكوستا، تتخلص الكرة توصل مرة ثانية لكوي، زانيتي كوي على طول مرة ثانية ترجع لزانيتي، زانيتي يلعب أمامية يرسلها لركوبة، يتقدم فيها الكرة مع هذه خطر ركوبة، ركوبة طلع بعرض من عرض الأمدى بالجول، إنما يبعدها مرة ثانية تورتشيلي للوران بلا، زانيتي ياخذها يلعبها تلعب لركوبة، يحاول يعديها كوبري إنما حفظها المرة هذه، والكرة توصل لروي كوستا على طول يلعبها طويلة اللعب، ومع فيورنتينا أمامية جهة نونو غوميز، طول 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 عليه وتطلع من المدافع خارج الملعب ركنية، شايف هذا تورتشيلي يرسلها على راس كيزا اللي حطها على شمال فري حارس مرمى الانتر، وهدف شايف شوف وين دخل بين كوي وبين سيميتش، لان لوران بلا كان متقدم يدوب خطوتين امام الكره، الكور العرضيه هذه عاده ما تكون دائما لمصلحه اللي هو لوران بلا، على كل في تغيير، اذا كوي يترك الملعب واكيد مهاجم ثالث، اي نعم مهاجم ثالث هو فيري، ما امامه حل الا انه يسحب لاعب من نص الملعب، وضعه طبيعي، سحب كوي واشرك فري والكرة تلعب على طول، يمكن يعطي ريكوبا مسؤولية نص الملعب، هو يسقط تحت المهاجمين، يعني يسقط تحت مين؟ تحت هاكان شكور وفيري اللي راح يلعبون هم المهاجمين اثنين الصراحة، تحتهم مباشرة ريكوبا، والكرة تطلع خارج الملعب تصبح رمي تماس، راح نشوف احنا شو اللي راح يصير في الدقائق المتبقية، لسه احنا لسه بدري، يعني يا دوب 8 دقائق فات من زمن الشوط الثاني من المباراة، وفيورنتينا هدف عن طريق إيزا، الانتر لا شيء، لوران بلا تتحول ديبياجو يلعبها جهة الشمال مع ماتشيلاري، أمامية هذه طويلة ما توصل لفيري، ترجع شايب ريكوبا هو اللي رجع تحت الآن، هذا هو زانيتي، زانيتي يرسلها على طول تلعب جهة ريكوبا يتركها وتوصل أقرب لتورتشيلي اللي ياخذها يلعبها على طول، يعني هي ما هي محفوظة، يعني ما تحتاج محفوظة، أن ريكوبا أصلا هو لاعب عنده مهارة، ممكن يندفع من الخلف، ممكن يصنع فرص لفيري لهاكان شكور، لذلك تارديلي ما يبغى يفرغ نص الملعب، يبغى يحاول يخلي 5 في نص الملعب على أساس ما يعطي فرصة لفيورنتينا أن هم يتسيدون نص الملعب، لأن فعلا في تفوق ميداني عند فيورنتينا في نص الملعب، وهذا واضح من خلال الشوط الاول من المباراه، لذلك سعى تارديلي ان هو يلعب الكور الطويله واماميه اللعب على طول، سعى في استخدام مهاره لاعبينه، سعى في ان هو هذا هو تارديلي في ان هو يحاول ان يوقف لاعبين نص الملعب اللي هم بدويون من العمق، واحد مثل روي كوستا مثل كويس اللي يوم من العمق حاول يوقفهم بالتكتل الدفاعي اللي كان عامله، لذلك ما يبغى يورط نفسه ويلعب باربع لاعبين في نص الملعب، لا رجع ريكوبا يلعب تحت المهاجمين نص ملعب مهاجم، ديليفيو كرة معاه على طول اللعب توصل الكرة ريبكا يلعبها جهة اللعب جهة اليمين لا توصل لتورتشيلي، تقدم فيه هذا تورتشيلي يعدي تورتشيلي ويحاول يوسع لنفسه ما تتخلص ديبياجيو طويلة هذه ويحاول اللي هو كان شكور شايف بين 4
بين أربعة ما في حد يقربنا ويعبها ما ميت اللعبنا ما تتخلص. يبعد بريني ديليفيو يريدين الكرة معه فانولي روي كوستا فانولي يا ساتر والله مباراة مش ممكن. روي كوستا فيورنتينا يقدمون أروع مباراة فعلا يعني بعد 9 جولات وهذه العاشرة هي الأفضل تقريبا. وهذه محاولة شوت يا لا كيزا كان ممكن اليوم تبقى أنت أسطورة هنا في فيورنتينا لو سجلت هدف ثاني. هذا هو شوف الكرة تلعب على طول شوف ما فيها شيء أبدا ما فيها تسلل. هو وفيراري على خط واحد والله فعلا انه رهن عليه فاتح تريم واعتقد انه يعني الى الان ناجح تماما في رهانه على هذا اللاعب. وهذا هو فيري يتقدم يلعب اماميه اللعب واقرب لتولدو حكان شكور. وهذا هو فيري اللي عاد الى تشكيله الانتر بعد اصابه وبعد ابتعاد عن الملاعب. هناك طبعا ايضا يعني رونالدو ايضا القادم باذن الله يعني يدوب هي مساله اسابيع وراح يعود رينالدو الى تشكيله الانتر. واعتقد اذا عاد يعني قد يكون الانتر اوجد ضالته في رونالدو في فيري وراح تعود الخطوره الى خط هجوم فريق الانتر. لذلك تردلي وموراتي وجماهير الانتر تنتظر عوده البرازيلي رونالدو. تورتشيلي على نص الملعب تتخلص من امام دي بياجو ويلعبها بيد فريم. زانيتي هذا فيري وخطا لمصلحه فيري الواضح في الصوره اللي نزل مكان كوي الفرنسي. يوغوفيتش يلعب على وقت اللعب. ريكوبا زانيتي عدت منه وخارج الملعب. هذا خبير زانيتي الارجنتيني. فانولي روي كوستا فانولي كره ترجع مره ثانيه لان توصل لمصلحه فيورنتينا. روي كوستا يلعب على نص الملعب على طول اللعب الان ترجع مره ثانيه الان لا زالت مع بريسا يحولها جهه اليمين ولمصلحه تورتشيلي اماميه اللعب يحاول يعدي وفي خطا لمصلحه كيزا. انريكو كيزا ضد سيميتش. هذا سيميتش هو اللي ارتكب الخطا ضد كيزا. هذا هو كيزا صاحب الهدف اليتيم اللي الان في المباراه. حصل له فرصتين في الشوط الاول ما سجل. وفي الشوط الثاني هو من نصف فرصه تقريبا استطاع ان يسجل. إذا ضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة فيورنتينا. هذا هو كيزا على التنفيذ. كيزا وحيطة معمولة من لاعبي الإنتر. على طول اللعب يحطها لما تتخلص.